بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لطالما تحدثنا في فيديوهاتنا السابقة عن أهمية الكولاجين في الحفاظ على بشرة جميلة مشدودة وشابة، فهو البروتين الأساسي المسؤول عن صحة البشرة ومرونتها. نحتاج للزبيب. استخدمي في هذه الوصفة أي نوع زبيب متوفر عندك في البيت، أي نوع تجدينه الآن في مطبخك حضري به هذه الوصفة. ونحتاج كذلك لنشا الذرة، يمكن استبداله بالدقيق الأبيض، دقيق المخبوزات أي دقيق الفرينة، أو يمكن استبداله بنشا الأرز. هذه هي البدائل. موجود بقناتي كذلك لمن بشرتها لا تستجيب للوصفات، عليها بعمل هذا الكريم مع مشروب الزبيب لنجاح الوصفة، وإن شاء الله ستلاحظين نتائج مرضية بحول الله تعالى. طريقة عمل هذه الوصفة، قلت نأخذ ملعقة طعام كبيرة من الزبيب، أي نوع زبيب متوفر عندك. يغسل جيدا بالماء وذلك للتخلص من الأتربة العالقة به، ثم نضعه في إناء بهذا الشكل ونضيف عليه كوب من الماء المغلي مباشرة ونتركه لينقع طيلة الليل، وفي اليوم الثاني نقوم بعصره في الخلاط الكهربائي. مثلا غير متوفر لديك الخلاط الكهربائي، يمكننا غلي الزبيب على النار واستخدام الطاحونة اليدوية في استخراج عصير الزبيب، ونتحصل على عصير زبيب بهذا الشكل بعدما يضرب في الخلاط. نأخذ إناء ونضع عليه 4 ملاعق طعام كبيرة من عصير الزبيب. هذه الوصفة تناسب كل من لا تحب وصفات الحلبة أو الخميرة لتنفيخ الخدود. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض، ونضعه على نار هادئة حتى الحصول على كريم الزبيب، ونتحصل على كريم الزبيب لتنفيخ وتسمين الخدود. رائع جدا هذا الكريم، ونتائجه تبدأ بالظهور أول 3 أيام. بعدما يبرد الكريم يمكننا إضافة كبسولة من الفيتامين E أو كبسولة فيتامين A أو حتى كبسولة من كبسولات الأوميجا 3 أي زيت السمك. غير متوفر لديك كبسولات الفيتامين E، يمكنك إضافة حوالي 3 قطرات من زيت اللوز الحلو، هذا في حالة ما إذا كانت بشرتك جافة جدا. هذا الكريم صالح لجميع أنواع البشرة، حتى صاحبات البشرة الحساسة يمكنهم استخدامه وبكل أمان، كل مواده طبيعية آمنة ليست لها أي أعراض جانبية. كيفية تطبيق هذا الكريم على الخدود؟ البشرة يجب أن تكون نظيفة خالية من أي آثار مكياج أو زيوت أو أي كريمات أخرى. هذا الكريم يستخدم مرتين في اليوم، نقوم بتوزيعه على منطقة الخدود. من لديها هنا العيون الغائرة يمكن توزيع هذا الكريم على منطقة الهالات إذا كانت هنالك عيون غائرة، لا مانع أبدا في استخدامه. يوزع جيدا وبحركات دائرية، وبعدها نستخدم أصابع اليدين ونقوم بعمل تدليك خفيف بحركات دائرية على منطقة الخدود. كل خد نقوم بعمل حركات خفيفة دائرية حوالي دقيقتين.
بهذا الشكل، وبعدها تشطف البشرة جيدا بالماء البارد. قلت حركات دائرية لحوالي دقيقتين، يجب الاستمرار بهذه الطريقة. ومن لديها عفوا العيون الغائرة، مشكلة العيون الغائرة، يمكن تمرير هذا الكريم كذلك. وبعدها تشطف البشرة مباشرة بالماء البارد. يجب ترطيب البشرة بعد استخدام هذا الكريم. نستخدم أي نوع مرطب متوفر عندك، سواء مرطب كريم أو الزيوت. مثلا إذا استخدمنا الزيوت، زيت جوز الهند أو زيت السمسم، رائع جدا لتنفيخ الخدود وليست به أي رائحة. كذلك نقوم بعمل حركات دائرية بهذا الشكل عند الترطيب، ونقوم بعمل هذه الحركة. لاحظي معي حوالي 5 دقائق. إذا اتبعت جيدا النصائح وطريقة عمل هذا الكريم، ستنجح الوصفة بحول الله تعالى، والنتيجة تكون في أول 3 أيام. التربيت بهذا الشكل على الخدين، قلت تستخدم صباحا ومساء، وصالحة الاستخدام للحوامل والمرضعات والبنات الصغار. إذا كانت بنتك من عمر 5 سنوات فما فوق تعاني من خدود نحيفة، استخدمي لها هذه الوصفة وبكل أمان، مع أخذ حوالي 7 حبات من الزبيب صباحا. صباحا على الريق نأخذ 7 حبات من الزبيب. أبدا لا تخافي من مشكلة السمنة، فقط 7 حبات من الزبيب آمن وصحي ولا يزيد الوزن أبدا، فقط له فوائد للبشرة. وكذلك قلت الأطفال الصغار من عمر 5 سنوات فما فوق يمكن استخدامه لهم وبكل أمان. صلاحية هذا الكريم تدوم لمدة أسبوع كامل في الثلاجة، وبعدها إذا أحببت تجديد الوصفة وأعجبتك يمكنك تجديدها. فمن بين أسباب نحافة الوجه هي قلة النوم، وهو أحد الأسباب الشائعة لزوال نضارة البشرة وصحتها، فهو يؤثر بشكل مباشر على الوجه ويجعله شاحب وهزيل. وكذلك تناول وجبات غير صحية، الغذاء كذلك الغير متوازن والغير صحي يؤدي إلى نحافة الوجه وإعطائه مظهرا شاحبا هزيلا خاليا من الحيوية. وكذلك العامل الوراثي يلعب دورا هاما في شكل الوجه، فعند البعض من الصعب الحصول على وجه ممتلئ بسبب العامل الوراثي. بذل مجهود كبير في العمل، سواء كانت الأعمال المنزلية والتي لا تنتهي، فيجب أن نهتم قليلا بصحتنا وجمالنا. وكذلك قلت لمن ترغب أن يكون لها وجه ممتلئ، يجب عليها أن لا تبتعد أبدا عن الغذاء الصحي، وتبتعد عن الحمية الغذائية القاسية إذا كانت تعمل ريجيم، لأنه يعمل على جعل الوجه يبدو نحيفا كما الجسم. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى وصفات أخرى بحول الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.